أقول يا شيخ، سمعنا من أشرتك أن قول الراجح لك في الطلاق ثلاث أنه يقع واحدة، نعم؟ نعم. لكن لو طلق شخص ثلاثا وقال أنا في نيتي ليس للتأكيد وإنما ثلاثا، يعني أريد وقوع الثلاث، هل تقع الثلاثة؟ إذا قال رجل زوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقال أردت التوكيد فهي واحدة، ولا أعلم في هذا خلافا بين العلماء. لكن إذا قال أردت التأسيس وأن كل طلقة نافذة فأكثر أهل العلم على أنها ثلاث وأنها تبين بها المرأة، والراجح أنها واحدة لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في صحيح مسلم، كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعهد أبي بكر وعمر طلاق الثلاث واحدة. فلما تفايع الناس في ذلك قال عمر رضي الله عنه أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليه، فألزمهم عمر بالثلاث فتبعه أكثر أهل العلم على هذا. ولكن الصحيح أنها واحدة، سواء قال أنت طالق ثلاثا أو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق.